البروبليم والعناية اللي صارت في الحياة يعني كنا نقعد مع شمسة البل في الشتاء أمه في عين الدار أمه في عين الدار باش نمروا نقعدوا المندراج وكنا نقعدوا في دار كبيرة ومسيري وكان نلفنك فوق البيت ومسيري كان يحضن كنا كاميرا كان يحضن فيها وكنا هفنا فنيك ودايما كنا نسيبه فينك ميت برا الطريق كانوا ينتفع من فوق البيت على الاسفل وخدينا ما كان يقعد حد ودايما نسيبه للدار فينك ميت مش الزهر كان يقعد للكبار بات ورا تشيلد كيف امي كان كانت بريجنرت وكانت تربح الفلوس تلط من وطن كان يعمل لك منتشر بياي فوق الريديفيوشن تمرت لابو دايما تربح وتربى منهم كانت كان حيكون لابي بيه يا توني وكان كلو كرسي كلو ثلاث جماعات اربع جماعات ومستري كان يخدم جو كاميرا فوق والطفل كان في الكاميرا هيك مستري وامي كان قاعده زمو في دايع وده الطفل بدقة واحدة وقع من عند من عند امي تلا جيب قشة تشانا وبقى نزل سوالة بتبرع فوق القشة جو القشة مال جوار البيب أختي نزلت تجري وقبلت الطفل وما جرى له لقص برشا فدقة واحدة كيف بدا يكبر هي كيف بدا يكبر هي حاجة واحدة بس قالوا فوتشو عندو ماركة هي طولي هو ده ماركة تتعلم عندو أربعة الصوابة في ديك في النحة تلمين فوتشو اللي تحلل اللحية يوم كلا يقص في الشمس بش ما يدروش وديك عديت